السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح يكون شغلنا قط قلم. المشكلة العادة أن القلم اللي راح نقطه هو أفضل أقلامي يعني. فالله يسر. هذا هو أحد أفضل أقلامي. خلنا نقول أفضل أقلامي قاطبة. كل ما لا يكسر من كثر ما أصفره. ما أدري واضح إني أكل كاكاو ولا لا. فمضطر إن أضبطه. بسم الله. طبعا معانا ورق الصنفرة موجود، نروح نبدأ نشتغل فيه على طاح. بسم الله. طبعا الآن أنا راح أشتغل كأنه قلم جديد، وبالتالي راح أبدأ. أنا راح أعتبر أن هذا رأس القلم، فراح أقص من هنا لأن المنطقة اللي هني زينة ما فيها مشكلة. بسم الله. والله جني أخذ من قلبي. بسم الله. بسم الله على قلبي على قولتهم. صراحة لأن القلم نادر. الآن شوي شوي نلاحظ انه قاعد اخر شوي شوي. يعني اخذ ورد اخذ ورد شوي شوي. زين الحين ناخذ من هنا شوي شوي. لاحظوا شوي شوي احنا الحين قاعدين. طبعا انا لازم اخلي ملي واحد او ملي بوينت وين ملي بوينت تو، بس فشوي شوي قاعد احاول اخذ من هالاطراف بالموس. للحين ما جاء دور الصنفرة، فشوي شوي راح ناخذها. ها محمد يبا. اي انا بالبيت دوانية. تبي شيء؟ اي لا لا بالديوانية عندي لايف الحين. يلا زين نروح نبدأ ناخذ شوي شوي.
زيادة. أحيانا القلم القوي، عليكم السلام ورحمة الله، ممكن يخدعك. انتبهوا حق هالنقطة هذه. شلون يخدعك؟ لأن لما تبدأ تحاول تأخذ شوي شوي تحس بقوته، فتضطر أنك تمارس قوتك شوية زيادة. زين؟ فتكسر القلم. زين؟ فانتبهوا، يعني طولوا بالكم. لاحظوا الحين القلم، راح شوية أكبر لكم. احنا مشكلتنا إن ما عندنا صبر. لاحظوا شحمة القلم للحين أنا مخليها، لأن هذه مهمة بالنسبة لي، أخذ منها شوي شوي. شوفوا شلون. للحين أنا قاعد أستخدم الكتر في الأخذ من الجوانب. شوي شوي قاعد أحاول إن شاء الله أبدأ أوصل حق النحف اللي أنا أبي. راح أترك مجال حق الصنفرة تأخذ. السماكة هذه حيل كبيرة، ما أحتاجها كلها، فأخذ شوية منها علشان ما تضايقني مع الصنفرة، لأن الصنفرة تبدأ تأخذ. شفت شلون قللت الصنفرة. فالموضوع هو يصير عاد حسب رؤيتك للأمر. الحين هذا نصفره شو حيل هي الخشنة، فشوي شوي طبعا أبدأ ألاحظ علشان لا أكل القلم واجد. ومهما كان القلم قوي لا تضغط حيل، يبقى أنه هو خشب، فأنت ممكن لاحظوا شوية القلم بدأ شوي شوي. طبعا اتركوا هذا النطويل لو راح ينقص هني تقريبا، لكن اول شيء استخدم الصنفرة علشان، لان اصلا لما اقصه راح اقصه بشكل مايل، لما اقصه بشكل مايل راح يكون اطول من المقاس اللي هني، فاضطر الحين انا بعد اخذ اكثر. هي تقريبا يبي لنا ناخذ شويه زياده بعد نخالف، بس خلينا ناخذ من وحده انعم شويه علشان هذه شويه راح تاكل اكثر. هذه مقاس 1000، شوفوها اللي قبل كانت 400، كانت حيل خشنه. الحين الموضوع هو موضوع ترى طولة بال أكثر منه، يعني
طبعا انا ما قاعد استخدم الان اي ادوات حديثه، انا ترى عندي المكاين هذه اللي ممكن اشتغل عليها لكن انا قاعد اسوي لانه ممكن في احد من عندكم ما عنده هالشيء، فيقول انت قاعد تشتغل بادوات مو موجوده عندنا، انا قاعد اشتغل بالادوات المتاحه للجميع. شوفوا الان تقريبا هذا الحين الحين لو نحط القلم هنا راح نبين بشكل أكبر هنا أفضل. طبعا الآن هو يكاد يكون ملي صح، لكن لما نسوي القط القط ميلان راح يكون أكثر من ملي، لكن بعد القط أحاول أني أنا أقلل منه شوية زي. الآن نجي حق الخط. طبعا احرص لما تيجي تقط بأداة شوية ثقيلة وقاسية، يعني شوف انا اعتبر ان هذا الكتر هذا مو 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 ثقيل، لذلك انا عندي يكون عندك سكين حادة، هذه أداة قط معروفة لكن بالإمكان تستغني عنها إذا عندك سكينة بالبيت بس تكون حادة جدا، المهم يكون النصل ثقيل أو قوي، لذلك ممكن يستعاض عنا أكو كتر نفس نوع هذا الماركة اللي هو الكتر الكبير الموسى كبير، فهذا يكون قوي تقدر تستخدمه في القط. أنا طبعا كوني أكتب يسار راح أقط هذا القط، العادة اللي يكتبون باليمين القط يكون بهذا الميلان. حاول انك ما تاخذ توصل واجد، ليش؟ لان انت راح تقعد تصنفر بعد فراح ياخذ من القلم، فلا تاخذ واجد. بسم الله. خذينا الحين. الان طبعا في البداية ابدأ اساوي ميلان القطة زين بهالطريقة علشان تتساوى مع ميلان ايدي بالضبط، فاخذ بهذه الطريقة واسوي هذه الحركة بهذه الطريقة، راح يصير عندك ميلان القلم بشكل جيد مع قلمك. الان طبعا القلم صار نفس ميلان ايدي، لكن هني السماكة حيل كبيرة، فأبدأ اخذ من السماكة اللي هني لو تلاحظونها أبدأ اخذ منها شوي شوي وفقط بالطرف، ما اخذها من كل القلم عشان لما اكتب ما ينكسر بسهولة. تقريباً الآن شوفوا شلون صار، الآن شفتوا شلون صار الميلان، لاحظوا أن هني في سماكة موجودة، السماكة هذه تحمي القلم من أنه ينكسر. راح أجيب صنفرة ناعمة علشان أبدأ أصنفر القلم بشكل أفضل. هذه الصنفرة جداً ناعمة، ترى موجودة عند أغلب الأخوة اللي يبيعون بمتاجر أدوات الخط في الإنستغرام، متوفرة بشكل جيد يوصلونها لباب بيتكم. الصنفرة الناعمة إذا ما حد حصلها ترى ممكن تصنفر على زجاج، بس يبيلك طولة بال أو على أي سطح أملس حيل، بس تحتاج طولة بال أكثر. الآن تقريبا تشوفونه، الآن لاحظوا في نقطة مهمة، لأن الصنفرة هذه رقمها 5000 ناعمة جدا،
موجودة في المتاجر، ترى الأخوة اللي عندهم متاجر الأدوات موجودة عندهم. الآن لاحظوا البوز مال الوحشي، هذا البوز أنا عادة أصنف الرأس شوية بشيء بسيط جدا علشان لا يشق الورق، وكذلك يساعدني لما أجي أحدد طرف الحرف أو رسم أو شيء ما يكون حاد وشق الورق أو يلعوز نحيل. طبعا هني أنا بالصنفرة الناعمة جدا، لحظة شوية الحين يبدأ هو، لو تلاحظون يصير يبدأ شوية أنعم، أقل حدة من اللي قبل. فهني أقدر أستخدمه بكل سهولة في الكتابة ما يلعوزني بعدين. هني عاد الحين أصنفر القلم بشكل أفضل. هني صقل مو صنفرة، هذه تعتبر صقل، صقل اللي هو تنعيم يصير أو تلميق. الصنفرة تكون بشكل يعني تكون خشنة أكثر. عليكم السلام ورحمة الله. هذه لأنها ناعمة حيل، 5000 أو 3000 هذه تصير صقل وتعطي لمعان ونعومة حق القلم. حاليا الحين راح أكبر لكم، عليكم السلام، تشوفون القلم بشكل أدق. طبعا الآن في عندي نقطة ما سويتها إلى الآن وهي الشق. تم بحمد الله. لحظة، هذا بشكل دقيق جدا لأن أنا مكبر الزوم حيل، تشوفونه طبعا هو هذا مقاس العادي يعني عشان يكون واضح بالنسبة لكم. الآن التجربة،
طبعا اعتقد انه هو لا زال سماكته اكبر من الحجم اللي انا ابيه، لكن هذا انا ممكن اتعاطى معاه بعدين، انه شوي شوي ابدا احنفه نحفم سواء من الصنفرة او من الكتر، الطريقة اللي اشوفها امنة اكثر. أنا عدلت هذا القلم لأنه صراحة في الفترة الأخيرة بدأ ما يضبط معاي، فصرت أكتب بقلم كبير. القلم الكبير أحسن لي صراحة، لكن الخط النسخ ما يصلح للقلم الكبير أبدا. الآن هو يبي لي أن أصغره شوية زيادة، لازم أخذ منه شوية. لازم أخذ منه شوي، وأنا أعتقد أن دائما الحركات الأخيرة هذه اللي فيها لقافة زيادة، يعني أعتقد أن مرات تخرب القلم، لكن قولوا إن شاء الله ما يخرب. قولوا بسم الله، الله يستر. شوف شلون يبدأ يأخذ شوي شوي. سترك بغي يروح. الآن صار أنحف شوية، نبناخذ من هنا شوية زيادة بعد نفس الشيء. الآن خلنا نقيس القلم. لو نجي يعني خلينا نقول ما شاء الله الآن بدأ، يعني خلينا نقول نوعا ما صار ملي، يعني ملي وطقة صغيرة. إيه هي الحماس، تشوف إنك أنت ضبطت القلم وإنك أنت يعني ما شاء الله عليك ما في أحد مثلك وكذا وكذا، فآخر شيء تجيب العيد. هذه واجد تصير معي، الله يا كثر الأقلام اللي راحت. إنزين، أعتقد الآن الحين هو هذه الحركات الأخيرة هي اللي بتخسبك الدنيا، بس الله يستر. يلا بس شوي علشان تضبط أكثر. حاشتك ابو سهام، مخسب وقتك هالسوالف داري والله، بس انت زيك لا تكتب باقلام حديد فاك عمرك. الان تقريبا شوفوا، طبعا هذا القياس الحين مضبوط. الحين نجي نحط القياس مره ثانيه، ان شاء الله راح يكون مضبوط. طبعا انا احطه بشكل مايل علشان القطه تجي على القياس بالضبط. شفتوا باكر لا احد يجي يقول كمل لي قلمك، كمل لي قلمك، كمل لي. هذا القياس قدامكم. واضح اعتقد. طبعا ما مثل الدسفولي على الورق، ما مثل أبد أبد أبد.
أعتقد الآن وياك يا أبو عمر السعلم مبارك الله يجزاك خير. أعتقد الآن خلاص لا ننسى، لأن إحنا ردينا سوينا الصنفرة حق الرأس، فرد البوز اللي هني صار حاد أكثر، فنرجع مرة ثانية نحاول نعدله شوي بس على خفيف، طبعا بالصنفرة الناعمة جدا، وتأخذونها بالأربعمية يفرم القلم فرام ترى. خلاص كذي يصير مضبوط معاك. طبعا أول شيء يا أخوان لازم تعرفون، عقب ما تقط القلم أنت تكون مستانس إنك ضبطته، لكن راح يصير بينك وبين القلم جفوة مو طبيعية، لأنه هو تو جديد، حتى لو قلمك اللي كنت أنت تستخدمه راح تضايق منه، لأنك أنت توك ما تعلمت عليه. اضغط على نفسك بشكل كبير جدا، راح ترد الألفة بينك وبين القلم. انتبه تقط القلم لمجرد أنك أنت شفته ما ضبط معك أول مرة، انتبه راح يرجع القلم تمشي معاه بأحسن ما يمكن. والله يا أبو عمر حنا اللي دائما نستفيد منكم، ندرس من خطوطكم اللي قاعد تنشرونها، الله يجزاك خير يوفقك. فكثير من الأخوة لما يقط القلم تكون القطة زينة وحلوة وكذا، لكن فجأة عقب ما يخلص يقط القلم ما يرتاح له. لا خلك عاند نفسك ومش معه، انتبهوا يا أخواني لهذا الموضوع. أوكي ونراكم على خير إن شاء الله، نشوفكم إن شاء الله اليوم إن شاء الله بإذن الله حق الأخوة اللي موجودين بالكويت بعد العصر في ميرال اللي على البحر اللي بالمنقف، إن شاء الله نتجمع أنا ويا الأخ أحمد الشيزاوي وعبد الله الشيزاوي سوري و يا ويلي منه زين، وبعدين إن شاء الله الأخوة الخطاطين اللي موجودين حياهم الله الساعة المباركة نلتقي هناك إن شاء الله بعد العصر مباشرة. نراكم على خير. يا أخي هذه إيه وهذه إيه، بعد فكني اكتب اسمك بالكامل ولا أقول حق أخو ولا أقول حق عمك يا أخي بادلني بالاسم. يلا نشوفكم على خير، شكرا، نراكم على خير.